اسمي مصطفى نادر، عمري 20 سنة، مصور ورسام ومشروع كاتب صغير. كنت مؤمن انه ماكو فواصل بحياة الانسان. اكتوبر 2014 اجريت تحليلات بسيطة، الدكتور كان قاعد على الميز وبروق قال لي عندك بس سرطان. كانت صدمة خلتني اضحك هواية وابتسم هواية وافرط بهذا الابتسامة. ما أعرف الابتسامة كان شنو نوعها، عن ألم لو عن تعب لو عن خوف، ما كان أحد يدري بالموضوع. اختلافي كنت عن بقية مرضى السرطان، أنا كنت لوحدي، رحت للدكتور لوحدي طول هالفترة لوحدي، استمريت شهر كامل تقريبا. يلا رحت وقلت لأهلي وقلت لأصدقائي وشاركت الموضوع عبر الفيسبوك. كنت طول هاي الفترة أبحث عن good example، يعني مثال حي للحالة، مثل مريض سرطان انتصر على المرض ونجي وصار زين. بس المشكلة ما لقيت في هالفترة وياه اللي يقول لي أنا عندي سرطان، يجاوبني في الطريقة يعني شوية يقول لي عمي كان بنفس المرض ومات. يعني هواي هواي الناس يهلا يقول لي إيه جدي كان بنفس المرض ومات. كانت الناس حسها تنتظرني أموت، يعني الله يساعدك خطية الشفقة. يعني المشكلة الأمل ما شفته من أحد، أكثر كلمة كانوا يقولوا لي إياها الله يشافيك. أحس نفسي مخبط من يقولوها شوي. المشكلة إحنا أنا بديت نوعا ما أهبط شوية أو أقل تفاؤلي وأملي، بس للحظة فكرت إنه أكون أني المثال والجود إكزامبل والشخص اللي يلهم مرضى السرطان. كان حلم انتهت كل أحلامي، يعني لم تعد هناك أهمية لكل مهم بحياتي. ما كانت أكو أحلام بعد، انتهت الرسم والتصوير كل شيء انتهى. كنت أفكر بس شون أنجو من المرض. فترة العلاج الكيميائي، ما أعرف هو سم علاجي، يعني فعلا سم يدخل الجسد. وقع شعري وتأذت نفسيتي زايد، بس بوقتها كنت أريد أثبت للدكتور مالتي اللي قال لي بعد لك 100 يوم تموت، والناس اللي قطعت أملي بالحياة أنه أنا أقدر أعيش. وتحياتي للدكتور وليد اللي هو موجود اليوم ويانا، اللي هو من الناس اللي ساعدوني بشفائي تصفيق حار إليه. الجديد اللي أنا سويته بهذا الحدث مالتي أنه أنا حولت مفهوم المرض إلى حرب، وبدل ما أقول أنا مريض سرطان أقول أنا محارب لمرض السرطان. وكنت ألبس وعي طول هالفترة هاي البيرية أخفي بيها القرعة مالتي. بس أنا من صرت أقرع وقع شعري استعديت لستايل جديد، يعني قلت أوكي أنا ما وقع شعري بحياتي، أغلب صوري كفشات، بس كنت دائما أنزل صوري بالفيسبوك وعبر كل مكان أنه أنا مخايف ومبتسم. حولت السرطان إلى مرض بسيط أشبه بالإنفلونزا، صار مرض تافه كلش. بس رغم المأساة والأشياء اللي أصابتني أنا بقيت مصطفى نادر، بقيت أكتب وأرسم وأصور وأشارك كل أشيائي على الفيسبوك وأستمر ويا الناس. اليوم أنا أريد أبشر مرض السرطان إنه السرطان مرض مو مستعصي، السرطان مرض نفسي يصيب الإنسان ويقدر أي شخص يتشافى من عنده. اليوم أنا أحكي ويا أكثر من 250 مريض سرطان وأحاول أكون لهم الجود إكزامبل، والحياة موجودة قدامنا، إحنا ما نموت وما تموت ابتسامتنا إن شاء الله. المرض يصيب جسد الإنسان بس ما يصيب روحه، إحنا موجودين وإحنا راح نبقى. اللي يريد يعرف أكثر تفاصيل واللي يريد يشوف مصطفى نادر أكثر، يعني موجود بالخارج بعد الاستراحة راح تشوفوني يم البورد مالتي باسمي. تحياتي لكم وأتمنى لكم جميعا الموفقية، شكرا جزيلا لحضوركم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي سامر أياد، أنا طالب في كلية طب الأسنان. أنا من البصرة أصلاً، لكن كنت ساكن في مدينة المصافي الواقعة في قضاء بيجي. هاي المدينة اللي كل من زارها أو سكن بيها يقول عليها أنه هي جنة من جنان الله في الأرض. كنا حابين نظل عايشين هناك، لكن حتى والدتي كانت في كل مرة نرجع بها هاي المدينة كانت تدعو دعاء تقول ربي لا تحرمني من هاي النعمة. ردنا شيء ولكن القدر راد غير شيء، وتعلمت أنه إذا القدر أراد حياة فلا بد أن يستجيب البشر. دخلوا داعش العراق ويوم 18/6 بالتحديد دخلوا مدينتي، دخلوها مثل ما دخلوا المغول البغداد. قدرنا نهرب منهم بعجوبة، يعني حتى أخذنا ويانا بالهروب ماتنا كان أخذنا ويانا ملابس بسيطة وخبز اعطتني جيراننا ومي. هربنا الى المجهول بحثا عن الاستقرار المفقود. من هنا بدات رحله نازح مر خلالها باكثر من 4 محافظات. جربت بيها العيش بفقر، جربت بيها العيش بجوع، على العلم اني بالخير. جربت بيها العيش بلا ماوى، كانت هدفي انه انا احصل بس غرفه انه نبات بها انا واهلي. جربت ما جربت، لكن كل هذا ما حد من ارادتي وعزيمتي. فثرت على كل هاي الظروف القهريه اللي كانت تريد أن تلغي كينونتي، فقررت أن أكون. ثرت على كل هاي الظروف اللا إنسانية متمثلة بداعش وقوانينها، فقررت أن أكون أكثر إنسانية من خلال الفن والموسيقى. فعلمت نفس الرسم، مع العلم أني ما كنت أعرف أرسم من قبل، والآن أنا أرسم بطريقة قد تكون غير مطروقة من قبل. علمت نفس العزف على الكمان، والآن من خلال شراء أرخص آلة موسيقية موجودة في كركوك. علمت نفسي الألمانية من خلال جلوسي على حصير وعلى غرفة بسيطة. اكتشفت موهبتي في الكتابة من خلال كتابة مذكرات نازح اللي هي تمثل قصتي. قدرت أنجح بدراستي، مع العلم أنه أنا واجهت صعوبة بالغة في استحصال مقعد دراسي استضافة في جامعة بابل. كل هذا ليثبت للعالم ولنفسي أولا بأني إذا أردت أن أكون إنسانا فلن يستطيع الوحوش منعي، وإذا أردت أن أكون ناجحاً فلن يجد اليأس دربي. شكراً. السلام عليكم، اسمي نور من محافظة المثنى. كنت أدرس هندسة مرحلة ثانية بكربلاء، وبيوم كان عادي كلش لاحظت بقع زرق بجسمي، بعدها نزيف باللثة وفقدان توازن مفاجئ. قررت أروح للطبيب حتى أعرف شنو أسباب هالأعراض، وكانت النتيجة سرطان بالدم بنسبة 85%. قرر الدكتور يعالجني بدون ما يصارحني بحقيقة مرضي، لكن اكتشفت المرض بعد ما تساقط شعري. لميته وقررت أخلي نفسي قبل الكل قدام الأمر الواقع حتى حارب المرض. تعرضت لهواي أمور بسبب الكيمياوي، انحراف بالعين، تعرضت للفطريات سببت لي جروح بلساني. غدة قررت خلاص حترك العلاج ويصير اللي يصير، وهنا ظهر الملاك دكتوري اللي هو سبب وجودي اليوم هنا. فهمني انه غلط اللي أسوي ولازم استمر ولازم أحارب، وبالفعل لأن كان مؤمن انه أنا راح انتصر على الكانسر، وصار وتحسنت تقريبا وما بقى غير شيء بسيط وعلى الانتصار بالكامل. شكرا. السلام عليكم، احمد خالد، مواليدي 1993. قبل لا ابدي بقصتي احب انطيها عنوان الطموح يصنع المعجزات. ان ولدت حالي حال اي انسان يركض يلعب يتونس يضحك. لما صار عمري 9 سنين اكتشف انه عندي مرض نادر جدا
كله 15 مليون إحصائية تقول يصير بنفر واحد فقط اسمه سباينال بايفيدا. هالمرض سبب لي عواقب رجلية انحرفا بمرور الزمن. هالمرض هذا عندي فتحة بالعمود الفقري، يصير بين فقرة وفقرة صايرة فتحة بالبرانشيز اللي توصل لرجلية. هالمرض هذا ما خلاني انه امنع دراستي او ابطل او اكون يعني اتكاسل عن العمل. كملت، ثابرت، نجحت اعداديه وطبيت جامعه. كان حلمي وانا صغير اروح كليه الصيدله لان هي الشغله اللي تناسب حالتي. للاسف المعدل ما اسعفني بالسادس، رحت علوم كيمياء. اكو قانون عندنا اللي يطلع الاول على علوم كيمياء يروح يحول صيدله، والحمد لله طلعت الاول على قسم الكيمياء. يجوز كل انسان من يحقق طموحه يفرح، بس للاسف انا ما فرحت بهاي الفتره. اسمع خبر كلش حزين انه اللي الانسان اللي كان عباره عن الطموح بالنسبه لي، والدي مصاب بمرض السرطان. هالشي ما يمنع انه استمر. ثابرت، كملت، قاتلت، واني الان طالب مرحله رابعه كليه الصيدله. اقول بالاخير وعندي موهبه شعريه بسيطه الله اعطاني اياها، رغم هذا الطموح يصنع من الاهات طموح. اقول انا راسم كل طموح من الصغر واسعى من اجله وابد ما بدله. يا زمن لا تظن ابد تهزمني يوم، حايطاني وجاهز الكل معضله. لكن القدر ما خلاني اكمل، يعني لا ماجستيري ولا كملت حتى وظيفتي. لهذا اللي القدر اني اصبح عندي الام في منطقه معينه من جسمي حاولت استأصلها، لكن العمليه تفاقمت علي واصبح عندي يعني مضاعفات ما بين روحه وجيه ويعني واشكال ويعني تحاليل وكل الاشياء اللي سويتها. اكتشفت انه انا مريضه بالاس ال اي. الاس ال اي هو داء الذئب الاحمراري. شنو داء الذئب الاحمراري؟ اكتشف الدكتور قال انه هذا المرض يؤدي يعني مرض مناعي يؤدي الى مهاجمه جميع انحاء الجسم. بهاي الحاله انا شو اسوي؟ هاجم مفاصلي، ظلت فتره من فترات طويله انا اتعالج من المفاصل. يعني بعدني ما خلصت هاجم عيوني، بعد فتره هاجم الكلى مالتي. الكلى هاي كانت الطامه الكبرى بالنسبه لي. استخدمت الكيمياوي لكن بعد فتره من الفترات الحمد لله والشكر قضيت على المرض، كنت اقوى من المرض. وكان عندي امل بان اولادي ما شاء الله عليهم يعني جميعهم متفوقين. وجاني خبر انه ما شاء الله اثنين من عندهم الكبار اثنيناتهم طلعوا من الاول على العراق ودخلوا يعني كليات اللي هم كانوا حابيها. زوجي كان سند الي دائما بحياتي، لكن بعد فتره من الفترات المرض ما استسلم، ايضا ضرب فتره من فترات الجهاز الهضمي الي، اصابني بالسرطان، هذا السرطان الورم الشديد يعني. على اثره استأصلوا لي عمليتين جراحيتين، لكن ما يعني انا ما ازال واقفه على قدمي وما ازال انا تلك الزوجه وتلك الام لاولادي، واني اشكر سامعينكم. التوجه الصحيح للإنسان العادي نحو الهدف هو محاربة كل الظروف المأساوية لكي يصل إلى ذلك الهدف. أما توجه الإنسان الكادح والمسحوق في هذه الحياة أن يحارب تلك المعوقات لكي يبقى على قيد الوجود أولاً ومن ثم يسير نحو الهدف. حسين حميد، زيجة من نتاج الزواج التقليدي العراقي قبع وخذ، لم يكتب للعلاقة الزوجية بين أمي وأبي الاستمرار بعد 6 أشهر من ولادتي بتاريخ 1995. عشت مع والدتي مرارة الحياة والفقر لدرجة أنه هي كانت تبيع الحصة التموينية في سبيل توفر مستلزم العيش. أني من المرحلة الابتدائية كنت أشتغل وأكد في سبيل أوفر مصاريف الدراسية وجزء من مصاريف البيت. كل هذه الصعاب لا تجاري الألم الذي استيقظت على أثره يوم 25/5/2014 بدون سبب وبدون عارض مصاب بشلل تام عن الحركة.
ضربتني موجة من مرض متلازمة جيليان بري الحاد، استمرت لمدة 15 يوم، شلل صاعد، أحدثت 3 أزمات تنفسية مميتة كادت تودي بحياتي. أيضا وصلت بي درجة الشلل إلى أني أصبحت عاجز حتى عن فتح وغلق عيني، أي توقف كل شيء عن الحركة بجسمي. الأطباء ورؤى الناس كانت تقتصر على أنهم يريدوني بس يشوفوني على كرسي متحرك، لا ما أريد حسين يشوفه على سرير، خلي علي، خلي عادي بس كرسي متحرك. بس المشكلة أني كنت أريد وأني كنت أطمح أوقف، وكنت كل ما أسمع رأي سلبي لأي إنسان ولأي طبيب أرجع للبيت أمارس العلاج الطبيعي بعنف وبضراوة، لدرجة إنه كنت أذا أمارس العلاج الطبيعي ساعتين كنت كل ما أرجع من الطبيب أمارسه 4 ساعات بس في سبيل عاندة، بس في سبيل أكسره. وبعد ممارسة هذا العلاج أحب أوجه رسالة للدكتور والبقية الناس، وهي شكرا. أتوجه إلى أخي العراقي، هذا الوطن جسد كجسد الإنسان الماثل أمامك، جسد معاق، لا التذمر ولا اليأس ولا التخاذل ولا التراجع هي وسائل لحل مشاكل هذا الواقع، وحدها الإرادة والقوة والوقوف بوجه الظلم هي من ستعالج هذا الواقع. شكرا جزيلا.